الموت. وري لقينا عندهم زوج سيوف من الحجم الكبير، ربع حبات بريغابالين، هذا عنده خنجر من الحجم الصغير. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من روبورتاجات دي زاد نيوز. اليوم رانا متواجدين بولاية عنابة، سنرافق عناصر الدرك الوطني في مهمة خاصة. ستكون هناك مداهمات إلى أوكار الجريمة والنقاط السوداء بالولاية. بدون إطالة مشاهدينا الكرام، تابعوا معي. ها هو الزيت جديد، ها قرعة كاملة. ها نعم، عندي يا عندي دبلومة، عندي كوزيني. نعم عندي كوزيني. عبالي هلا غالب الشاف ما كايناش خدمة، والله ما كاينة ما كاينة خدمة، والله ما نخدم على الخدمة هذه. تسماني خارج من الحبس عندي 3 أشهر. عندك مخالفتين؟ ها استغلال طفل قاصر هذيك انا جيت كاين خدمه، ما نجيش نخدم، نكذب عليك والله ما نجي نخدم لهنا. سما خارج من الحبس عندي 3 شهور الشاف، حاب نخدم، هذه حكايتي انا. لا قانوني ما جيتش، عندي دبلوم ما جيتش خدمه، جيت هنا نخدم. هي بصح مش الطريقه هذه، معليش ماهيش الطريقه هذه اللي تخدم بها. يلا غالب الشاف تخرج منها تستغل طفل صغير في عمره. مش نستغل الشاف، ولد خويا تستغل ولد خوك. لا نتا هو خبرت بويو بلي راح يارم دي يبيع بويو بويو ولي امر تاعو. خبرته بلي نمدي ابنك نبيع في بحر معنا اخوه هنا، هو كان معاه يوم واش بحر قاعد يبيع يعرف حتى لو دقس ملايكك تعرف الحضارات ملايك حب مسكين يمشي حب يبيع حب يخدم، فهمت؟ طب ملايك يعرف الدراهم ويبيع ويشري، يعرف يصرف ويجمع عشان يصرف وما يبيعش. هو تقبلها لابنك؟ انا ما نقبلهاش، انا ما نقبلهاش الخطره الاولى. سمع حاجه احرجني دوره ويقول لي تشوف تشوف، اعطيته نورمال راك تارك مسؤول عليه كيف يحرجك. لا دوره ويجيني يقول لي حاب نبيع حاب نتعلم حاب نبيع، فهمتي؟ اعطيته يخدم هذه. ها انا والله ما نستغل، وانا عليك وعلى سما عندي خويا قاعد يخدم معايا هنا. ها ومنه جيب لنا كل الوثيقه تاعك. نجيب لك، نجيب لك كلش التعريف وكان قلت خدمه، والله ما نجي لهنا وكاع عباك في الخدمه كيما عبد الوهاب. كما اليوم كما كنتوا تشوفوا معنا، لقينا اطفال قصر يستغلون من ذويهم. المشكل هنا نجد الاطفال يستغلون من ذويهم في التجاره. هنا كما في مثل هذه الحاله وجدنا طفل في دون 10 سنوات يستغل من احد اقاربه مع العلم ويعلم باللي هذا ممنوع وراء مخالف القوانين، حيث ان قانون حمايه الطفل في مثل هذا نقدروا نقولوا باللي راهو عماله اطفال وهي ممنوع قانونيا، حتى من الاقارب ممنوع. في مثل الحالات نستدعي ولي الامر لتاكدوا باللي الطفل هذا والمستغل تاعو باللي راهو من العائله تاعو، ثم ناخذ اخوال الطفل بحضور ولي امره ونتخذ الاجراءات القانونيه، نبعثوا محضر العداله في هذا الشان. عندك النظافة لازم تنظف هذي، كانت تاع الفيسبوك تاع التوملات هذي لازم تنظفها. الكوكوت هذي ها ها تاي تاي لا خلاص هو برضه ليا
ما يمشيش هذا. سيف هذا عنده خنجر بالحجم الصغير رفع مشطات بريكا بالي مستورده. روح طلعوا في العربه، روح طلعوا في العربه، في اطار محاربه الجريمه بشتى انواعها. نفذنا اليوم مداهمه اسفرت عن حجز سيفين من الحجم الكبير، خنجرين من الحجم الصغير، ثلاث مشطات بريكا بالين 300 غرام اجنبيه الصنع. حجزنا قبضنا على ثلاث اشخاص كانوا يتخذوا من المنطقه هذه الدار المهجوره مكان لترويج المخدرات. سنواصل العمليه هذه وما نشرح نتوقفوا حتى نقبضوا عليهم كاع. كما شاهدتم اسفرت العمليه عن حجز 57 قرص مهلوس، عن توقيف 13 شخص محل بحث، حجز مظلات وطاولات وخيم، حجز قارب نصف صلب من المحتمل استعماله في الهجره غير الشرعيه، توقيف 7 أشخاص من أجل استهلاك شخصي للمخدرات، وتوقيف 6 أشخاص من أجل حمل أسلحة بيضاء. إذن بهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذا الروبورتاج، نلتقي فرصة أخرى إن شاء الله.